بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين، ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك بهدى وتقى صدقا ويقينا وحقا واتباعا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بما أطلقنا عليه بروح التأويل، روح التفسير وسر التأويل، وما زلنا في سورة البقرة. ونحن اليوم عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سنتحدث عن معنى الخطاب في هذه الآية القرآنية الكريمة، وسنقف على المعنى المتعلق بالكافرين، ومن هم الكافرين ومن هم المشركين. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فهنا راعنا من الإرعاء، والإرعاء من المراعاة، وهذا جاء فيها قراءة أخرى: لا تقولوا راعونا، وجاءت في قراءة: لا تقولوا راعنا، ولكن الأشهر هو راعنا. وهذه الكلمة في اللغة اليهودية تعتبر كلمة شتم، فهي كلمة كانوا يستخدموها أمام النبي صلى الله عليه وسلم بلغته. لما سمع اليهود بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا نبي الله راعنا، اغتنموها، فقالوا: قد كنا نسبه في أنفسنا، فنحن الآن قد أمكننا أن نظهر له السب، فجعلوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، ويضحك بعضهم من بعض. إذ هذه الكلمة في العربية تدل على معنى، وفي اللغة اليهودية في ذلك الزمان تدل على معنى آخر. وكانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه الكلمة ويضحكون فيما بينهم. ففطن لها رجل من الأنصار فقال لهم: والله لا يتكلم بها رجل إلا ضربت عنقه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا راعنا. هنا نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها، حيث كانت فيها سب بلسان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن البصري قرأ هذه الآية: لا تقولوا راعنا بالتنوين، لا تقولوا راعنا بالتنوين، يعني من الرعونة، فالرعونة تختلف عن راعنا. والله عز وجل يعني لمكانة نبيه صلى الله عليه وسلم نهى حتى المسلمين على أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. وفي قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فيها تأويلات. أحد هذه التأويلات كما يذكر لنا علماء التفسير معناه: لا تقولوا، يعني لا تقولوا هذا القول أساسا، وهو قول كثير من علماء التفسير. الثاني قالوا المعنى منها: أرعنا سمعك، أي أعطنا سمعك واسمع منا ونسمع منك، وهذا قول سيدي عبد الله بن عباس ومجاهد. وورد اختلاف بين علماء التفسير في قضية لما نهي المسلمون عن ذلك، وهذا الاختلاف جاء على ثلاثة أقوال. هذه الأقوال: أولا قالوا إنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستهزاء، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. السبب الثاني قالوا: سمعنا، كما قالوا، كما ذكر الله عز وجل في القرآن: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، فنهى الله عز وجل المسلمون عن قولها.
السبب الآخر إن القائل لها في الأساس كان رجلا من اليهود دون غيره، يقال له رفاعة بن زيد، فنهي المسلمون عن ذلك. والسبب الآخر إنها كلمة كانت الأنصار في الجاهلية تقولها، فناداهم الله في الإسلام عنها، نهاهم الله عز وجل في الإسلام عنها. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، هنا نجد بأن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية كان يتحدث عن بني إسرائيل بشكل عام، وكان يتحدث عن أفعالهم وأمورهم مع نبي الله سليمان علينا وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقبل حديث الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن نبي الله سليمان، كان يتحدث الله عز وجل عن بني إسرائيل بشكل عام وعن نبي الله موسى، فهذا وافق لما جاء وتحدث عن فعل اليهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق هذا الحديث الحديث الذي قبله، ذكر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك قبائحهم مع نبي الله سليمان وداود، وذكر الله عز وجل قبائحهم وأفعالهم مع نبي الله موسى، ثم يتحدث الله عز وجل عن أفعالهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين قبائحهم وأفعالهم بعد كل هذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله سبحانه وتعالى كيف كانوا إنهم يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا توجد مسائل من هذه المسائل: الله عز وجل خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، خطاب الله عز وجل للمؤمنين في 88 موضع من القرآن الكريم، 88 آية وردت في القرآن الكريم كلها تبدأ يا أيها الذين آمنوا، ومنها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هذا هنا يقول سيدي عبد الله بن عباس: وكان يخاطب في التوراة بقوله يا أيها المساكين، في التوراة لا يوجد يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المساكين، فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت لهم المسكنة، أثبت لهم المسكنة. قال وقال الله عز وجل في القرآن: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذا على من؟ هذا على بني إسرائيل. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما خاطب هذه الأمة بالإيمان لم يخاطبهم بالمسكنة، يا أيها الذين آمنوا، خاطب الأمة المحمدية بالإيمان أولا، فإنه تعالى بهذا الخطاب أعطاهم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة. ورود هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تخاطبنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كما يقول سيدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومقابل ذلك خطاب اليهود في التوراة يا أيها المساكين، وقول الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذا يدل على إن الله سبحانه وتعالى حين خاطب الأمة المحمدية يا أيها الذين آمنوا، هذا فيه أمان من العذاب يوم القيامة، حتى وأن عذب أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب فإنهم بالنتيجة يخرجون برحمة الله أو يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل اسمه المؤمن، فلما خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا، قاسم هذه الأمة المحمدية باسمه وهو من أشرف الأسماء. فإذا خاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحياة الدنيا بأشرف الأسماء وبأشرف الصفات، فكيف سيكون خطابه لنا بالآخرة؟ لا شك بأن خطابه سيكون أعظم. مسألة أخرى، إنه كما يقول علماء التفسير لا يستبعد في الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن في الأخرى، ولذلك ورد عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا تصلح الصلاة بترجمة الفاتحة سواء كانت بالعبرية أو بالفارسية، فلا يستبعد
أن يمنع الله سبحانه وتعالى أن يمنع الله من قوله راعنا ويأذن في قوله انظرنا وإن كانتا مترادفتين. ولكن جمهور علماء التفسير ذهبوا على إن الله سبحانه وتعالى إنما منع من قوله، منع من أن يقول راعنا لاشتمالها على نوع مفسدة، ثم ذكروا يعني هذه القضية وذكروا وجوهها. المفسدة استهزاء اليهود بهذا استخدام هذه الكلمة للاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك إن المسلمون كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم شيئا من العلم راعنا، يعني يا رسول الله أمهنا أو انتظرنا أو تمهل علينا. لكن اليهود استخدموها في المعنى الذي يعرفونه لا في المعنى العربي. لذلك قالوا اليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه هذه الكلمة وهي راعينا، راعينا وليست راعينا، فكانوا يستخدمونها بالمعنى الذي يريدون. والمعنى اسمع لأسمعت، فلما سمعوا المؤمنون يقولون راعنا افترضوه وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعنون المسبة، فنهي المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهي في قوله انظرنا. والذي كما يقول العلماء بأنه الذي يدل على صحة هذا التأويل أنهم ويقولون، يعني جاء في آية أخرى في سورة النساء في الآية 46 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، يعني هي راعينا في اليهودية يقولون راعينا يعني ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وبينه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وروي بأن الذي سمعها منهم هو سعد بن معاذ، سمعها منه فقال يا أعداء الله، وعرف معناها، قال يا أعداء الله عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية بيانا لذلك وكشفا لما في صدوره. وأيضا هنالك رأي آخر بأن هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى، ألا إن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا عند الاستهزاء، يعني حتى عرب الحجاز لما كانوا يقولونها كانوا يقولونها بطريقة الاستهزاء، لكن لم يكونوا يقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي كلمة معروفة عندهم، فلا جرم وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وأمر آخر، اليهود كانوا يقولون راعينا أي أنت راعي غنمنا، يعني كما قل راعينا صانعنا طبيبنا أستاذنا، يعني أنت تعمل عندنا. هذا رأي آخر يقول بأنهم كانوا يريدون هذا المعنى راعينا أي أنت راعي غنمنا، فنهنا الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا قوله راعنا قالوا هي مفاعلة من الرعي بين اثنين، بين اثنين، فكان هذا اللفظ موهم للمساواة، يعني بين المخاطب وبين المتكلم، ومنزلة المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن تتساوى منزلتهم أو منزلة كل مخلوق يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة، ولا توجد أي منزلة لمخلوق أعظم وأفضل من مكانة ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفضل من محمد إلا الرب الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يجب أن يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدب، ويجب أن يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه قمة الحياء وقمة الأدب. وهذه الكلمة لأنها استخدمت في غير معناها خرجت عن معاني الأدب. ثم راعنا قالوا بعض العلماء بأنها تعتبر خطاب مع استعلاء، يعني استعلاء من المخاطب للمخاطب، يعني راعي كلامي لا تغفل عن كلامي أو لا تنشغل عن غيري، كأن متكلم يتكلم مع متكلم ويقول له انتبه 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 إلي، وهذا لا يجوز بحق النبي صلى الله عليه وسلم.
إنما يجب أن يكون هنالك أدب عظيم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت الأخبار والآثار كانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الطير تأكل على رؤوسهم، متأطئين الرؤوس حياء لم يكونوا يطيقوا أن يطيلوا النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أراد الله عز وجل أن يكون هنالك توقير وأن يكون هنالك أدب واحترام مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن حتى في عصرنا الحاضر هذا يوجد من المسلمين بل ليس لهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نقول سيدنا محمد، يأتي واحد من هؤلاء فيقول لك لا تقول سيدنا فإن كلمة سيدنا بدعة. ماذا أقول؟ يقول مثلا يروي الحديث يقول جاء عمر إلى محمد مثلا حجر صلى الله عليه وسلم، أو جاء عمر إلى النبي هكذا، يعني بدون توقير وبدون احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو خروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. والشرع فيه أدب وفيه اتباع، أيهما يقدم؟ جماهير علماء الأمة أيهما يقدم، الاتباع أم الأدب؟ الأدب يقدم على الاتباع، فلا خير باتباع بغير أدب. وأيضا ذكر بعض علماء التفسير في قول الله سبحانه وتعالى وقولوا انظرنا، قالوا هذه بها عدة مسائل وعدة وجوه. أولا من نظر أي انتظره، من الانتظار. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في القرآن الكريم انظرونا نقتبس من نوركم في سورة الحديد، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يسألوه الإمهال والانتظار لينقلوا عنه. الصحابة كانوا يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون القرآن وكانوا يكتبون الحديث، وكانوا يكتبون القرآن ويكتبون على أطرافه الحديث، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن من أن يمتزج الحديث بالقرآن، فنهاهم عن ذلك وقال من كتب عني غير القرآن فليمحه، فمسحوا كل ما كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبقوا فقط القرآن. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي توعد الله بحفظ القرآن ولا حرج في ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا، فكانوا يكتبوا القرآن على حدة ويكتبوا الحديث على حدة. هنا لما كانوا يسمعوا من النبي فبعضهم ربما كان يكتب أو يريد أن يفهم، فكانوا يقولون امهلنا، يعني تمهل علينا لنفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا بعض العلماء قالوا انظرنا من التمهل أو من الانتظار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما سأل يسأل هل كان النبي يعجل عليهم؟ هل كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام هي الاستعجال حتى يقول هذا؟ هنا العلماء يقولون هذه المسألة إجابة على هذه المسألة، هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام حتى وإن لم يكن الكلام مستعجلا، وإن لم تكن هنالك عجلة تحوج إلى ذلك، كقول الرجل في خلال حديثه اسمع أو سمعت، يعني حتى وإن لم تكن عجلة ربما المتلقي أحد الصحابة هو متلقي وليس متكلم، هذا المتلقي ربما يكون بطيئا وليس يدل على عجلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أثناء الكلام قال انظرنا أو راعي. أيضا فسروا قول الله عز وجل في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهذه بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني المعنى من أنه كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل عليه السلام. لماذا؟ حرصا منه صلى الله عليه وسلم على عدم نسيان ما يلقى إليه، وحرصا منه صلى الله عليه وسلم على تحصيل الوحي وأخذ القرآن. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الآية القرآنية لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني الله عز وجل توعد بحفظ هذا الدين وحفظ هذا الكتاب وحفظ كل هذا العلم وهذا الأمر العظيم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فطمأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. فهنا قالوا فلا يكون مستبعدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث اصحابه بشيء من الـ من الـ من الـ من الـ التعجل، يعني حرصا على الوقت وما الى ذلك، فقالوا انظرنا، وأرادوا أن يتمهل عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعتبر عيب من العيوب. وكذلك في
قول الله سبحانه وتعالى واسمعوا، هنا السماع يكون كما يقول علماء التفسير عند سلامة الحاسة، يعني سلامة السمع، وهذا خارج عن قدرة البشر، فلا يجوز وقوع الأمر به. فإذا المراد من هذا أحد أمور ثلاثة، أحدها يعني هم أكيد كانوا يسمعون، لكن هنالك أمر آخر مراد. المراد أحدها أفرغوا سماعكم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتبهوا وأنصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمعوا شيء غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا تحتاجوا إلى أن تكون هنالك استعادة في الكلام. والأمر الثاني المعنى من اسمعوا سماع قبول وطاعة، يعني اسمعوا وأطيعوا، ولا يكون سماعكم كسماع اليهود، هنالك من يسمع ويستهزئ، هنالك من يسمع ولا يطيع. فهنا اسمعوا، الله عز وجل لم يذكر الطاعة، ولكن هذا هنا كلام مقدر محذوف، أي اسمعوا وأطيعوا، كما قال في آية أخرى سمعنا، في آية أخرى لما يتحدث على لسان اليهود سمعنا وعصينا، لا، أنتم اسمعوا وأطيعوا. الأمر الآخر اسمعوا، أي اسمعوا ما أمرتم به، يعني انتبهوا إلى الأوامر التي سترد في القرآن وانتبهوا إلى النواهي، اسمعوا ما أمرتم به حتى لا تقعوا فيما نهيتكم عنه. وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن ما للكافرين من العذاب الأليم، وبيّن ما للمسلمين، وبيّن الأوامر، وبيّن النواهي، وبيّن الطاعات، وبيّن كل هذه المسالك. فلذلك أراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يسمعوا وينصتوا وينتبهوا ويسمعوا ويطيعوا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل تحدث عن الكافرين والمشركين في هذه الآية، ما هو الكفر وما هو الشرك. نحن إذا قلنا الكافرين ومررنا هكذا، وقلنا المشركين ومررنا هكذا، ربما يسأل سائل، طيب ما هو الكفر، ما هو الشرك؟ نحن نقرأ في القرآن الكريم أنه يذكر الكافرين كثيرا ويذكر المشركين كثيرا، وكذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير حول الكافرين والمشركين. فمن هم الكافرين ومن هم المشركين؟ يجب علينا أن نقف على هذه المسائل من أجل أن نعرفها. أولا علينا أن نعرف بأن الكفر له تعريف في اللغة وله تعريف في الإصطلاح. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، الكفر هو الستر والتغطية، ومن هنا سمي مثلا الكفر أو الكفر هو الذي يغطي ويستر. الكافر سمي كافرا لأنه يكفر أو يغطي إيمانه، يعني قالوا كالمتكفر بالسلاح، هو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه. وكذلك الكفر قالوا يغطي على القلب، ولذلك قيل يعني من أحد أسماء الليل الليل كافر. لماذا؟ لأنه يغطي ما فيه ويستر. وذكر العلماء بأن الكافر هو مأخوذ من قولك كفرت بالشيء، كفرت الشيء إذا غطيته، وهذا الكلام إلى الآن كله من ناحية اللغة كله كلام لغوي من ناحية التعريف اللغوي، هو تغطية الإيمان بخلاف الإيمان، هو تغطية الإيمان بخلاف الإيمان. ومن ذلك ورد في القرآن الكريم قال الله عز وجل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أراد الله سبحانه وتعالى هنا التكفر بالسلاح، يعني الآن لو أن إنسان يقرأ هذه الآية تقول ما معنى هذه الآية لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ماذا يقول؟ يقول يعني أناس قد كانوا مؤمنين ثم رجعوا فصاروا كفار وصاروا يتقاتلون يضرب بعضهم بعضا،
المعنى اللغوي من هذه الآية كفارا أي تكفروا بالسلاح، أي حملوا السلاح وحملوا الكثير من الأسلحة حتى تغطوا بالأسلحة وصاروا يضربون بعضهم ببعض بهذا السلاح. هذا هو المعنى اللغوي لهذه الآية. ويقال سمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله، غطى قلبه كله. وأيضا يذكر العلماء في هذه المسألة مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يقولون هنا ما معنى أعجب الكفار؟ يعني هذا الغيث يعجب الكفار فقط؟ ألا يعجب المسلمين؟ هذا الذي ينزل من السماء يعجب، هذا الزرع يعجب. هنا قال الكفار ليس معنى الذين خرجوا على الإيمان، هنا الكفار معناه الزراع الذين زرعوه، هذا الفلاح الذي يزرع من ضمن أسمائه كافر، لأنه يستر الحبة في الأرض ثم تنبت الحبة فتخرج نباتا وتخرج زرعا. فهنا أعجب الكفار، لو أنك تسأل إنسان تقول له ما معنى أعجب الكفار؟ يقول أعجب الكفار، الكفار غير المسلمين. لا، ليس هذا معنى هذا، إنما أعجب الكفار إنما أعجب الزراع الذين زرعوا هذا الزرع، والغيث هنا المطر الذي جاء على زرعهم ثم نبت الزرع. أما عن الكفر في التعريف الشرعي والإصطلاحي فهو ضد الإيمان، فهنالك كفر قولي وهنالك كفر اعتقادي وهنالك كفر عملي، فلذلك يقولون الكفر ضد الإيمان فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركا، يعني هنالك مسائل إن تركتها صرت كافرا، وهنالك مسائل إن اعتقدت بها صرت كافرا، وهنالك مسائل إن قلتها أو عملت بها صرت كافرا، وهذا فيه تفصيل. كما إن الإيمان وهو خلاف الكفر هو قول وعمل واعتقاد، وهذا مما اتفق عليه يعني أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وهنالك من حصر الكفر في التكذيب أو في الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان، ونفى أن يكون الكفر بالعمل أو بالترك. وهنالك بعض يعني علماء العقيدة يقول ذلك. والكفر كما يقول بعض العلماء هو صفة، هو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، مما افترض الله عليه أن يؤمن به. فإذا جحد صفة من الصفات التي افترض الله عز وجل علينا أن نؤمن بها فهذا يعد كفرا، وذلك يقولون بعد قيام الحجة وبلوغه الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو يعني أنت إذا وصلتك مسائل أوجب الله عليك أن تؤمن بها وقامت الحجة عليها وكفرت بها ولم تؤمن فهذا يعتبر كفرا. ومن الكفر ما يكون بالقلب دون اللسان، ومن الكفر ما يكون بالقلب واللسان، ومن الكفر ما يكون باللسان دون القلب أو بهما، من الكفر ما يكون عملا يعني عمل يفضي إلى الكفر كما ورد في ذلك الكثير من النصوص. ويروى عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون إنه مما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه حكموا على الجاحد الذي جحد المسائل التي وجب عليه أن يؤمن بها. وأيضا يذكر علماء العقيدة ويقولون لا يخرج أحد من ملة أهل القبلة أي ملة الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، يعني يقول أنا أؤمن بكل القرآن إلا هذه الآية لا أؤمن بها فهذا كافر، يخرج عن ملة الإسلام. أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ورد شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكره، أو مثلا يذبح لغير الله، يذبح لغير الله يعني يأتي بخروف
ويقول هذا الخروف أذبحه لهذا الصنم، هكذا. يعني ما يجوز واحد يقول لك مثلا يأتي إنسان يذبح هذا الخروف يقول هذا الخروف للشيخ عبد القادر الجيلاني. طيب نسأله، لأنه الأصل في القاعدة الأصولية إنما الأعمال بالنيات، فنحن نسأله نقول له ما معنى للشيخ عبد القادر الجيلاني؟ هل تعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يقول لا، ولكن أنا أريد أن أتصدق وأن يكون هذا في ثواب الشيخ عبد القادر الجيلاني. هذا لا يخرج من الملة، لكن الذي يخرج من الملة هو الذي يأتي بخروف ويذبحه ويقول هذا ليس لوجه الله إنما لوجه فلان، هذا يخرج من الملة. أو يصلي لغير الله، كأن يعبد صنما أو يعبد إنسانا أو يعتقد بأن إنسانا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك. فإذا فعل شيء فعل شيئا من ذلك فقد وجب، يعني عند علماء الأمة يعني أنه هذا قد خرج من ملة الإسلام. وكذلك بعض العلماء يقولون للكفر شعب، كما قلنا، وبعضهم يقولون أقسام وأشكال. هنالك كفر قولي، هنالك كفر فعلي. وكذلك من أتى بلفظة الكفر وسب ذات الله وسب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أن هذا فيه تفصيل، يعني يستتاب ويسأل وما إلى ذلك في هذه القضية تفصيل. الكفر حقيقة عند جمهور علماء الأمة الكفر هو التكذيب، أو هو الجهل بالله تعالى، أو هو ما كان من المسائل التي أجمع العلماء على أنها كفر، يعني كالسجود لصنم، كعبادة الكواكب والأفلاك. ويقولون إن مثلا عبادة الأفلاك هذه ليس كفر في نفسها، إنما كفر في غيرها، لكنه إذا قصد بها أنه يعبدها وأن إلها له وما ذلك يقولون هذا كفر. لكن بشكل عام عبادة هذه الأفلاك أو التقرب لها يقولون هذه علامة من العلامات التي تدل على الكفر. ويجوز يقولون أن يكون هذا كلام جماهير علماء العقيدة، يجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا ولكن في الظاهر أفعاله كافرة، لكن نحن يجب علينا أن نفصح عن الباطل قبل أن نحكم عليه. ومنهم من يقول إن هذه المسائل عبادة الأفلاك والكواكب وما إلى ذلك يقولون هذه مثلا جعلها الشرع علامة على التكذيب وعلامة على الكفر، فيحكم على فاعلها بوجوب التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. ويرى الإمام الباقلاني مثلا يقول إن قال قائل وما الكفر عندكم، قيل له الكفر عندنا ضد الإيمان، وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به، التكذيب به السائر لقلب الإنسان عن العلم به. يقول فالكفر عندنا هو كالمغطي للقلب عن معرفة الحقيقة، وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب والجحد والإنكار. وكذلك يعني من ذلك قوله كفرني حقي أو جحدني، جحدني هذه كلمة في اللغة معروفة. وليس في المعاصي كفر، المعاصي والذنوب ليس فيها كفر وإخراج من الملة. الكفر في المسائل التي ذكرنا وفي المسائل التي بينا. وكذلك قالوا يجوز أن يسمى أحيانا ما جعل علما على الكفر كفرا كعبادة الأفلاك، قالوا حتى وكان باطنه مؤمن. نحن لأن التسمية أصبحت دارجة وأصبحت معروفة، يعني فقط في التسمية لا في الحكم، كعبادة الأفلاك والنيران وما إلى ذلك. كذلك استحلال المحرمات مثلا نقول من الكفر استحلال المحرمات، وهي معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر. كذلك قتل الأنبياء وما جرى مجرى ذلك كما يذكر العلماء. فعلينا أن نفرق بين الكفر الظاهري وبين الكفر الظاهري والباطني. والأساس أننا في هذه المسائل لا يجوز إطلاق الأحكام العامة عليها مطلقا أبدا إلا أن نستعلم عن النية الموجودة أو النية القلبية، لأنه هذه المسألة ومسألة الكفر والتكفير من أخطر المسائل اللي موجودة في التشريعات الإسلامية.
وقد دخل في هذه المسألة جهالة الناس والذين يعني يدعون العلم وكفروا الناس وفسقوهم وبدعوهم بغير وجه حق. فلذلك يجب علينا أن نقف عند هذه المسألة وقوفا دقيقا جدا. الإيمان كما يذكر العلماء هو التصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تصديق ما ورد من أخبار عن الله عز وجل وما ورد من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التصديق لا يكون إلا بمعرفة. والكفر هو التكذيب بهذا الشيء، التكذيب بهذا الأمر الذي ذكرنا وهذا الأمر الذي بينا. نكتفي بدرسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتمم الكلام إن شاء الله في درسنا المقبل، ونفصل أكثر بما يتعلق بالكفر والشرك وأنواعه وأشكاله وتفاصيله بإذن الله عز وجل، ليكون على بينة من هذا الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.